اليوم عقد مجلس محافظة نينوى جلسته، وتم استضافة السيد المحافظ لطرح مخرجات الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد طرح الزيارة بكل سلاسة والحمد لله. وكذلك تم التصويت على الميزانية المستمرة والتي تبلغ بحدود 177 مليار، إضافة إلى تم التصويت على تعيين مهندس صباح على مدير أطراف نينوى، كهرباء نينوى. مدى يتم التصويت وترشيح مدير دائرة صحة نينوى؟ خلال الثلاث أيام المقبلة سيتم طرح المرشحين من قبل المحافظ وإرسالهم المجلس للتصويت عليهم، ثم بعث الأسماء إلى وزارة الصحة. كانت نقاط الجلسة هي استضافة السيد المحافظ لاستيضاح سفرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك التصويت على موازنة 2024 بمقدار 170 مليار دينار، وكذلك التصويت على اختيار مدير لدائرة كهرباء نينوى الأطراف، والتي تمت بالتصويت على مهندس صباح حسين عباس مدير كهرباء غرب نينوى، وأصبح اليوم يعني مديرا لكهرباء نينوى الأطراف. هذه ثلاثة نقاط جوهرية ومهمة جرت في مجلس محافظة نينوى اليوم. تم التطرق إلى الكثير من المواضيع التي تخص شؤون محافظة نينوى، منها الخدمية وأيضا التي تخص شؤون المواطنين، وكذلك أيضا مقترحات منها يعني تداول شؤون المختارين وشؤون ورؤساء الوحدات الإدارية وخاصة الشاغرة منها، وضرورة إدراجها على جلسات مجلس المحافظة للتصويت عليها. اليوم عقد مجلس محافظة نينوى جلسة في مقر ديوان محافظة نينوى، وحضر الجلسة السيد المحافظ وشرح برنامجه اللي توجه به لأمريكا أثناء الدعوة الموجهة للمحافظ من الفترة تقريبا أسبوع أو 10 أيام. بعد ما شرحنا البرنامج دخلنا في مواضيع الأخرى، منها اختيار منصب مدير أطراف كهرباء نينوى. الحقيقة كان مرشحين ثلاثة، هو مهندس أزهر ومهندس صباح ومهندس محمد. تم الاختيار مهندس صباح كمدير لمديرية أطراف نينوى بعدد 15 صوت. احنا حقيقة احنا داعمين للثلاثة، ثلاثتهم كفؤين. أنا انطيت خبر لأعضاء مجلس محافظة نينوى، قلت لهم من حقك أنه الصوت للثلاثة، إذا مقتنع بهم ثلاثتهم من حقك الصوت، وراح يأخذ الأغلبية ويكون بالتسلسل رقم واحد، والموضوع متروك أيضا لوزير الكهرباء يقرر يختار من بعد تصويت المجلس. عقدت اليوم جلسة مجلس محافظة نينوى للتصويت على الموازنة التكميلية، الموازنة لمشاريع المستمرة، وقام المجلس بعد الإشراف على الموازنة بتغيير بعض الفقرات والمضي في تصويت لكي لا يكون هناك تلكؤ في المشاريع، كما تم التصويت أيضا على رئيس كهرباء الأطراف في نينوى وتم الموضوع بالأغلبية. سيكون هناك جلسات متلاحقة لغرض الحديث عن باقي المناصب والدوائر والمضي فيها فيما يخدم مصلحة محافظة نينوى.